اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. احنا الان غادي نديروا جوله في مجموعه من المكاتب قصد رصد الاجواء لكي يعيشها الشارع الاكاديري بمناسبه الدخول المدرسي، فخليكم معنا. مسير مكتبات المتنبي باكادير، طرحت عليا سؤال بان على حسب الكتوبه اختي من فوق الكتاب كيتقدم السوق ما بقاش عنده داك الاقبال، ولكن حيتاش الناس دابا اللي احسن العوان كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. بالنسبه للقديم تيشريو الناس بداك 75% 25 50 احسن اللي ما يشري جديد، هادو بالنسبه للعمومي. انا بالنسبه للكتوبه ديال البريفي راه دوك عاوتاني بوحدهم، الكتوبه ديال البريفي بالنسبه للمحتوى فسبيتو الكتوبات العربيه تيكونوا بحال بحال، ولكن بالنسبه للكتوبات الفرنسيه لا مقرر. واش هذا الاقبال هذا كيكون طيله السنه او غير في هذه الفتره؟ بالنسبه للاقبال تيكون غير في هذه الفتره ديال الدخول المدرسي، والسلام عاوتاني تيكون حوايج اخرين. وبالنسبه للمقررات ديال المدارس الخاصه والمدارس العموميه، واش كاين فرق بيناتهم سواء في المحتوى ولا في الثمن؟ تيكون الفرق بيناتهم كما قلت لك في الكتوبه ديال الفرنسي والانجلي، باش تيكون الفرق. اما بالنسبه للكتوبه العربيه تيكونوا بحال بحال، نفس المقرر. يعني وهما في يعني يمكن يشريهم اللي في حالو اللي ما في حالوش، يعني في في, في يعني على بورتي ديال تو الموند. بالنسبه للكتوبه ديال سميتو ديال الدوله هذوك يشريهم اي واحد، ولكن بالنسبه للكتوبه ديال سميتو ديال البريفي لا، حيت هما غاليين شويه. كاين كتاب ما بين 200 درهم 300 درهم 150 الكتاب. الكتاب. وبالنسبه لهاد الادوات المدرسيه كالاقلام واش حتى هما يعني نفس، واش حتى هما فيهم لي كاليتي، فيهم حتى هما البريستيج كما كنقولوا؟ اي فيهم لي مارك، فيهم لي كاليتي. وبالنسبه للمدارس العموميه تيطلبوا لك شي حاجه عاديه على قد الحال، بالنسبه للمدارس اللي بريفي راه تيطلبوا حاجه مزيانه حاجه كاليتي. وبالنسبه للكتوبه واش كيكون الاقبال فقط على الكتوبه اللي كيتباعوا على المقررات او على الكتوبه بصفه عامه؟ يعني الكتوبه فاش كنقولوا الكتوبه اللي اللي فيها التثقيف اللي هكا كتغني بها المعارف ديالك، تكون الاقبال على الكتوبه ديال سميتو ديال المقررات فقط. اما بالنسبه للثقافه عامه راه صافي الانترنت راه خرجت على كل شيء. اختي نشكركم على الاستضافه، الله يرحم لكم الوالدين. اسمك احمد، مكتبه الامه اكادير. بالنسبه للاقبال على الكتب، كاين الكتب ديال الموسم الدراسي بوحدهم، وكاين الكتب الثقافيه بوحدها. الثقافيه اي بالنسبه لهذا الكتب المدرسيه، كاين الكتب ديال البريفي بوحدهم عاوتاني، وكاين ديال هذا ديال اللي طاب بوحدهم. كاين اختلاف في الاعتماد ولا في المحتوى ولا غير في المحتوى؟ دابا بالنسبه لهذا الكتب ديال البريفي كاين اختلاف في هذا في الاثمنه وفي الانواع وفي المحتوى. عندك كل مدرسه تقريبا ما كتشبش مع المدرسة مع الاخرى. بالنسبه للمقررات الاجنبيه، اما المقررات الوطنيه كلهم موحدين. بالنسبه لهذا يعني هذه الفتره بزاف كتعرف واحد الرواج اكثر من طبيعه الحال. داك الشيء على حساب المقررات، على حساب الحاجيات ديال الناس هذا في المدرسه. اما بالنسبه لطيله السنه كاين عاوتاني الناس اللي هذا اللي عزيز عليهم القراءه والمطالعه، ولكن معدودين على رؤوس الاصابع نظرا للغزو يعني الغزو ديال وسائل التكنولوجيه. العوامل، واحد العدد ديال العوامل. المهم شي وحدين شي هاد الناس، ولكن دائما الكتاب كيكون بوحدو. خلاص سيد لي هذيك اللي مفروغ منها. نعم. الكتاب بوحدو دائما خاص تكون ثقافه ديال القراءه، وخصنا نرسخوا هذه الثقافه دائما. هذه شويه مفقوده عندنا. نعم مفقودة. للاسف. وايضا المطالعه ما كيجيبوش مازال. ودابا الناس الاغلبيه الناس مرتبطين بالمقرر. نعم. دابا الانسان اللي عنده شي مباراه ولا شي حاجه هذا كيجي يقلب على الكتاب ديال المباراه ويقضي الغرض وهذا. وكاينين الناس شي ناس شبانيين بحالنا. نعم
كايج كايج كايجي وكيقول لك كتاب الفلان فلاني الجديد في كذا كذا وهذا ومواكبين مواكبين زعما الكتب إيه 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 وهذا الشيء اللي كاين. يعني لازالت ديك ذاك القراءة ما نقولوش راه مشات. لا ما مشات شيء. كاين مازال الناس. ما مشاتش والحمد لله كاين واحد الظاهرة أخرى. فالكتاب هو خير وجليل. إيه كاين واحد الظاهرة أخرى وهي العيالات تبارك الله عندهم الإقبال على المصحف. ما شاء الله. إيه كيحفظوا القرآن وكيديوا كتب دينية وهاد أمهات الكتب وداك الشيء. احسن من الرجال للاسف ايه الله زعما هذه الظاهره لاحظتها انا السنين هذه كاين واحد الاقبال كبير على المصاحف على المصاحف وهذا والتجويد ايه ومحاربه الاميه دوك العيالات الكبار وداك الشيء كاين الطبخه الكتب ديال الطبخ ايضا لا الكتب ديال الطبخ صافي نعشو مع هذا الشيء ديال الانترنت صافي داك الشيء ديال غزا على داك الشيء صافي الانترنت دابا قضت على كل شيء. وبالنسبه للاثمنه واش يعني في متناول الجميع يعني واش جميع الشرائح ممكن انها تشري ولا لا كل واحد على حساب كل واحد على حساب جيبه. كاين الادوات الغاليه وكاين المتوسطه وكاين العاديه الرخيصه لا في الدفاتر ولا في الادوات ولا في الكتب ولا في كل شيء. نعم في كارطاب اللي تروس كتكون الكاليتي او الجوده اي دابا داكشي باش ما كتطلع هذا كيكون الثمن مختلف اي ولكن داكشي كله في المتناول اه هادشي اللي كاين نعم كنصح الناس يتبعوا القناه ديال زوم نيوز هذه قناه جديده سوسيه بغينا الناس يعرفوها وحنا اول مره هذه كنتشرفوا بمعرفتها كنتمنوا لها الازدهار ماش ديال الكتب ماش ديال التناول مازال كتبوا مازال ما شريناهم مازال ما شرينا والو كتبه لا مازال المدرسه خلصتها بريفي هي خلصت جوج وهذا البريفي لا مازال الاخرى ديال المخزن ديال الدوله شنو اللي كتفضل دابا انت في الوليدات كاينين كيقراو في البريفي كاينين كيقراو في الدوله في لو نيفو ديالهم في المستوى ديالهم شكون اللي كيبان لك احسن البريفي البريفي علاش زعما كيقراو مزيان هما كيقراو مزيان الدوله والو لا شويه وصافي عطاهم ميساج لهاد الاساتذه كيفاش يتعاملوا مع الدراري باش انه وبينهم يقروهم كيفاش يقريهم بحال واش انت مع الناس اللي كيقولوا خصنا نرجعوا الفرنسيه اي نحيدوا التعريب يحيدوا ياك اي انتما كنتوما موافقين التعريب ما عطانا والو لا عطانا والو ما كيقروهم والو اللي كيدخل يقول لك انا بنقري راه بندير استاذ في الاول كيقري في الثاني ما تيدري والو ما يديروا والو وكيفاش تعاملتي مع تبارك الله العام جامعه الدخول الدراسي مع العيد الكبير مع الصيف كيفاش كنتقاتلوا مع الوقت كنتقاتلوا مع الوقت كتضحيهم على ولادكم اي كتستمروا في ولادكم اي اي اش غاديري انا كنهناكم الصراحه والله الله يعطيك الخير بارك الله فيك هاني انا هاني الحمد لله عبدك وقول لي الدخول الدراسي شحال تقريبا كيكلف يعني 10000 درهم 10000 درهم 10000 اجر قاصحه شويه قاصحه على يد ما قاصحه اللي خدام راه مزيانه ولا ما خدام كاع اللي راه جالس مي بيجي ب 10000 درهم 10000 درهم مي بيجيبو داكشي اللي كاين وكنشكروها ودابا متبعينها ديما دايما متبعينها وهاد التليفون ديما متبعينها والله العظيم ديما متبعينها بالله بعدا كنشكروا القناه زوم نيوز كنشكركم على هذا الاستجواب وكنتمنى السعاده للجميع عيدهم مبروك وكنشكركم بزاف كيفاش جاك يعني الدخول المدرسي ديال هذا العام وتزامن مع عيد الاضحى مع العطله يعني عاود لينا كيفاش هو فعلا القضيه الحمد لله واخا كاينه شويه ديال القسوحيه بالنسبه للناس مساكن كاين اللي ما فحالوش وجا العيد تقريبا كاين المصروف شويه وكاين الصاير وكاين اللي عنده الكرا وعنده الضو وعنده الماء بزاف ديال المشاكل وملي داز العيد الحمد لله تبعاتو عاوتاني الدخول المدرسي عاوتاني راه خاص الميزانيه انسان اللي عنده تقريبا 4 دراري ولا 5 دراري سوتو انسان اللي كيقرا في الباك اللي عندهم الباك وعندهم المستوى
عاليه مساكن الله يحسن عوانهم، يقدر هذيك تكون عندهم الصعوبه اكثر من القياس، وانما بنادم الحمد لله هي بزاف ديال المصاريف كاينين، لان كاين اللي خاص الكتوبه وخاصين الحوايج ديالهم، وكاين الترانسبور، كاين بزاف ديال المسائل، ماشي بنادم غير نقولوا حاجه واحده باش ياخذها ويزيد فحال هكا، كثار ديال بزاف ديال الحوايج خاصين الانسان يكون مستعد ليهم. هو هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي وكنتمناو يكون شي حل وتكون شي مساعده، والله يدير التاويل الخير. السلام عليكم. بالنسبه للدخول المدرسي اختي هذا العام شويه جا مأزم الناس بالنسبه للعيد الكبير يلاه خرج، وتزامن مع هذا الفصل ديال الصيف شهر 8 هذا، والناس شريت العيد ويلاه جاي من الكونجي، وكتوبه اثمنه غاليه. وبالنسبه للمقررات عاوتاني ديال البريفي ماشي هما المقررات ديال النظام العام ديال شنو هو الاختلاف اللي كاين؟ الاختلاف اللي كاين راه كاين اختلاف بالنسبه للناس اللي عندها الماده، راه كتقري وليداتها واحد القرايه زوينه، وكاين اختلاف حتى من ناحيه المراجع، من ناحيه الناس ديال العاديه اللي تيديروا معاهم كاين مقررات فيهم مراجع عاديه. وبالنسبه للناس ديال البريفي مثلا دري صغير كتبقى شي قري ولادو فرونسي لونغلي، الدري عنده 10 سنين عنده لونغلي عنده فرونسي. وبالنسبه للناس الشعبيين عاديين راه شي عايشين عاديين ما عندهمش مشكل، وهذا الشيء اللي كاين. ها هما القضيه اللي اساسيه ان الشعب راه مأزم، الدخله ديال المدرسه جات مع الصيف ومع العيد الكبير. بالنسبه لي انا عندي جبنيات، راه هذا الرساله هي ما عادش نقول لك، الرساله هي الانسان واخا يعيا ما يوجد، واخا تعيا راه بنادم راه لا ميزير، الشعب راه تقهر، والله الشعب راه معاه، راه توعت بالدخله ديال المدرسه، وانسان يلاه شاري حوالي ب 50000 وخارج بوليدات وشهر 8 يكون جي دوز معاهم مصاريف كثيره، يعني بنادم راه هذا المغرب راه الشعب راه تيموت صراحه. بالنسبه للدوله خصها دير معنا شي دير شي حل بالنسبه لهادشي الدخول ديال المدرسي، الناس اللي عندهم شي تساعدوا معاهم في الكتوبه، يتساعدوا معاهم في المقررات، يديروا معاهم شي حل ما يخلوش الشعب بحال مكادير عيد كبير صيف دخول مدرسي، راه كاين اللي كيخسر على ولده 1000 درهم ولا 2000 درهم مكتوبه في الدخول المدرسي. نتمنى والله يدير شي تشاور ديال الخير، نتمنى وحنا الشيء حنا كمغاربه كنبغوا المغرب نشوفوا بخير، ونشوفوا الشعب ديالنا قاري، ويخرجوا عندنا اطباء ويكونوا عندنا دكاتره، ولكن الا بقينا غاديين بهذا المنهج راه ما يبقاو لا اطباء لا دكاتره، الدراري غيخرجوا للتدخين، الدريات غيخرجوا للفساد، والشعب غادي يضيع. يعني الحكومه راه ما حكومه ما والو، هذه ماشي تسييرات حقيقه. الدخول المدرسي مع العيد ومع سميتو جا قاصحه شويه، وجات في الشكل بنادم اللي ما عنده الدخول وما عندوش سميتو، راه بزاف عليه المسائل، والدخول المدرسي والكونجيات وداك الشيء كيجي صعيب شويه. يعني خاص مدخول شي خاصو مدخول، وخاصو الكريديت قاصحين، ماشي اي حاجه راه كتكون خاصه الدخول هاد اللقيطه. والدراري ديال المدرسه كاين اللي الله يحسن العون اللي عنده 4 دراري، اللي عنده 5 دراري قاصحه بزاف، قاصحه عنده جات في الدخول ديال سميتو، جات في العيد الكبير، وجات في سميتو في الدخول ديال المدرسه، وجات في الكونجيات، وجات في كل شيء جميع الحوايج، وجات في السفر، وجات في بزاف المسائل.